رواد غسل الاموال الحاجات دي كلها. يعني هو بيساهم في الحد من عمليات غسل الاموال وتمويل وتمويل الارهاب نفسه. طبعا الارهاب نفسه طبعا هيبقى في سيطره للجهاز المصرفي. يعني تخيل ابسط حاجه يعني دي شفناها مع المملكه العربيه السعوديه الشقيقه ان هم بيحاولوا دلوقتي يحدوا من دخول النقد. يعني ايه؟ عاوزين الحجاج والمعتمرين لما يدخلوا يدخلوا بالكروت مدفوعه مقدمه او بالكروت الائتمانيه بحيث ان هو تداول النقد يبقى اقل، لان اكتشفوا ان كميه النقد المزور اللي بيتداول مع الناس اللي جايه من بره دي عاليه جدا. في مصر برضه نفس الشيء وفي جميع الدول. فانت بتحد من هذا الايه؟ الخطر. يعني طبعا الخطر يعني لازم يحكم. طيب نيجي بقى نتكلم على تجربه المصرف المتحده في الشمول المالي. هو طبعا البدايه ان احنا حضرنا مع سياده الرئيس وسياده المحافظ و مؤتمر كان في شرم الشيخ، مؤتمر كبير المالي العالمي. تمام. وده مهم جدا ان انت لما يجي لك في مصر 95 اكثر من 95 دوله صحيح تحضر اكثر من 3000 مشارك. بالظبط. وحضرنا طبعا لغايات وحضرنا مدخلات كانت هامه جدا. وكان انا موجود ومعايا فريق العمل برضه من المصرف حضرنا هذا المؤتمر الكبير. واحنا كنا موجود كاعلام وصحافه اعلاميه. ده كان حاجه مشرفه جدا يعني. حتى هم انبهروا من التنظيم وتنظيم باك المركزي المداخلات ومن مستوى الليفل بتاع الخبراء اللي كانوا موجودين في هذا المؤتمر. يعني يعتبر انجح مؤتمر عالمي يمكن تم حتى هذه. صحيح صحيح. طبعا عمل اويرنس جامد جدا، عمل وعي جامد جدا. الاعلام برضو كان بيفولو اب على المؤتمر وبالتالي في الجرايد عمل وعي جامد جدا. حصل ان طبعا كان في مبادره الشمول المالي العربي برضو كان البنك المركزي بيحفز ليها، ودي بتبقى دايما في 30 هو اسبوع البنوك العربية كلها. لكن احنا بنمد هذه الفترات. يعني احنا دلوقتي شغالين في عمليات توعية تشوفها في الجرايد مصرف متحد بالنسبة للشمول المالي تحت برضو ايه التنسيق مع البنك المركزي. والبنك المركزي بيمدنا بالمواد التوعية اللي احنا بنستخدمها. انت عملت قوافل كده وتحركت. يعني احنا بنستخدم كذا حاجة. اتفضل. بنستخدم طبعا الاعلام في الحملات الاعلاميه، وفي عندنا في الجرايد اعلانات، وعندنا يعني بنحط بندس كده صغيره بتبقى موجوده بتنزل كل يوم، كل يوم بتدي رساله على موضوع الشمول المالي وعلى تحفيزه وتحفيز الموت التعامل مع البنك ويدخل البنك. وطبعا بيحصل ان احنا بنويف او بنخلي عمليات المصرفيه بتتم. الريف والصعيد كان له خصوصيه جدا في استراتيجيتكم. ازاي يا استاذ؟ عن طريق الجرايد، عن طريق الراديو، عن طريق بقى بنعمل قوافل. عندنا التركات بتاعت المصرف المتحد بننزل بقى المحافظات والنبوع ومراكز الشباب، ومركزين احنا قوي في الصعيد ومنطقه الدلتا. لان طبعا احنا عندنا فروع في هذه المناطق فبنقدر ايه نعمل هذه الفئات المستهدفه الشباب والمراه المعيله وكده والناس الفقراء.